الابتسامة كيف ترسم، والعجز كيف يكسر، والأمل كيف يصنع؟ الدورة الثانية من مبادرة صناع الأمل تسافر بنا مجدداً إلى عوالم أفراد كرسوا حياتهم للعطاء والاحتضان مآسي الآخرين، فعلمونا أن الأمل يصنع. لهذا كرمهم اليوم الشيخ محمد بن راشد بلقب صناع الأمل. هذه الدورة الثانية لصناع الأمل، لدينا 87 ألف مشارك على مستوى الوطن العربي. دولة الإمارات قامت على الخير، واليوم من خلال هذه الجائزة، جائزة صناع الأمل، هناك نماذج عربية نسلط الضوء عليها، هناك تجارب جميلة جدا في صناعة الخير والأمن والعطاء للإنسانية. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هو أكبر صانع أمل. الفكرة جت لما لقيت مسن مشرد في الشارع وحاولت أساعده، ما لقيتش أي كيان بيساعد الفئة دي من الناس. قررت أنا ومجموعة من الأصدقاء إن إحنا نعمل لهم كيان لمساعدة المشردين بلا مأوى فقط. الجوع هو السبب الرئيسي لتسرب الأطفال من التعليم في السودان، فنحن بدأنا بأنه نوفر وجبات للأطفال في السودان عشان يقدروا نجذبهم للمدارس. فبدأنا بحاجة بسيطة جدا، بعشرين سندويتش، دي كانت ضاغطي أنا، ولكن الناس تجاوبوا، فبقت الآن في 35 ألف تلميذ بيفطروا يوميا بقرابة 40 مليون وجبة خلال الثمانية سنوات السابقة. اليوم احنا بنحكي عن الأمل وبنحكي عن صناع الأمل. أنا يمكن مش بدي أمدح حالي، بس بدي أحكي أنا بحس حالي جزء من الأمل، لأنه أنا مشروع محمد عساف وكمحمد الفنان هو إنسان كان بيعيش المعاناة وكان عنده أمل أنه يوصل في يوم، وكانت يعني تجربة إلي. في هذا اليوم لا حاجة لنسأل كيف يصنع الأمل، كل ما علينا فعله هو أن نفتح عيوننا لنشهد كيف تكرم أرض الخير صناعه، وكيف تفتح أبوابه لعالم عربي يتعطش لكل قطرة منه. جهينة خالدية، العين الإخبارية. عينك على العالم.